السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا وأصدقائنا، مرحبا بكم في موضوعنا اليوم، وهو البرنامج الغذائي الأسبوعي لفترة التجهيز للتزوج. يعني واش نمدوا كومبرودوي ولا أغذية للطيور تاعنا أثناء هذه الفترة. توجو نرجعوا للشيما تاعنا، هذا كنا في مرحلة تغيير الريش، بعد مرحلة الراحة، بعد فترة التجهيز للتزوج. هذه درنا عليها موضوع لا ديرنيير فوا، قلنا تبدأ في شهر جانفي، وهي أصغر المراحل من حيث المدة الزمنية، وهي امتداد للمراحل السابقة. نرفع فيها عدد ساعات الإضاءة من 12 إلى 14 ساعة، نقدم المكملات الغذائية تقريبا يوميا أو 5 مرات بالأسبوع لمدة 3 إلى 4 أسابيع بمعدل 1 غرام في اللتر تاع ماء معدني، أو في 100 غرام تاع باتي. التشميس والدوش ضروريان، وتقديم كالسيليكس. دونك نبداو ان شاء الله على بركة الله. هذه دورة حياة طيور الزينة. مراحل كما عرفناها من قبل، كاين 4 مراحل كما رانا شاهد هنا، كاين 4 مراحل. دونك ندخلوا مرحلة التجهيز للتزوج والبرنامج الغذائي تاعها. البرنامج الغذائي الأسبوعي الخاص بمرحلة التجهيز عندنا أيام الأسبوع من الجمعة حتى للخميس، ومنا المواد اللي نقدموها للطيور تاعنا على طيلة الأسبوع. يعني سييت مختصر الماكسيموم، يعني قدر الإمكان تجور نشوفوا للزوالي. يعني كاين الناس اللي ما تقدرش، لا غالب مساكن، قيس تسمى قدم واش تقدر، واش توفر عندك في البيت تقدر تقدمه. نبداو على بركة الله. عندنا خلطة البذور كل ايام الاسبوع، خلطة البذور كل ايام الاسبوع. يعني صاديبون واش عندك، مانيتو، بالكاميل، كيكي، صاديبون واش مولف تمد للطير تاعك. عندنا خلطة السيبيا، رمال البحر، وقشور البيض على الاسبوع، ما تتنحاش من القفص، هادو في زوج ما يتنحاوش. عندنا الباتي كل ايام الاسبوع، علاش؟ باسكو من بعد غنخلطوا فيه الكالسيوم. دوك اللي نقول كالسيوم فاهمكم. عندنا الخضار نمدوه مره واحده بالاسبوع، انا هذا البروغرام خاص بيا، يعني يقدر اي واحد يدير برنامج خاص به. انا قلت بالسبت نمد مره واحده الخضار. الفاكهه عندنا مره واحده يوم الاربعاء كما رانا شاهدوا. الاعشاب البريه مرة واحدة بالأسبوع، أنا درتها يوم الاثنين. خلطة اللوز والعسل الطبيعي مرتين بالأسبوع، الأحد والثلاثاء. مكملات غذائية، المكملات الغذائية واش فيها؟ عندك الفيرتيفيت، عندك الفوناكير، عندك طونتيوفا، عندك نيكتون أس والأو. يعني واش تقدر أنت تشري، اللي قدرت عليه تقدمه للطير تاعك مرحبا به، باش نزيدو في الخصوبة تاع الزوج. قلنا المكمل الغذائي 5 أيام في الأسبوع من الجمعة إلى الثلاثاء. ومن بعد عندي منقوع الزعتر نمدو يومين بالأسبوع، الأربعاء والخميس. نلحقو كالسيليكس على مدار الأسبوع كامل. هنا الكالسيليكس نخلطوه في 100 غرام تاع باتي، يعني 8 غرامات تاع كالسيليكس في 100 غرام تاع باتي على مدار الأسبوع. يعني الطيور تاعنا لازم لها الكالسيوم وحده، لازم لها التشميس، باسكو الشمس فيها الفيتامين دي، والفيتامين دي هو اللي يثبت الكالسيوم هذا في العظام، لازم لها التشميس. الدوش ان امكن يومين، كل يومين نعطيهم الدوش. التشميس كيف 15 دقيقه تكفي. يعني بالمختصر هذا هو موضوعنا، وهذا هو البرنامج الاسبوعي الخاص بمرحله التجهيز. سامبل وما فيش بزاف كومبليكي، ماهوش كومبليكي بزاف، ماهوش معقد. وان شاء الله نكون فدتكم بهذا البرنامج خاوتي. هذه هي، ونتلاقاو في موضوع اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.